لا لا دي كفايه بكره سيبها بكره هي سيبها نسال عندي مشكله نفس المصنع ينتج حبيت ناخذ لكم الله لان احنا نملك هذه موجوده شركه تحت فيك تمام قلنا لكم التسجيل ان شاء الله بكره والصلاة والسلام على النبي الأمين معلم البشرية ورسول الإنسانية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب المعالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي وراعي حفل افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية النانو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. صاحب المعالي الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز أصحاب السمو الملكي الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أيها الحفل الكريم. تسعد جامعة الملك عبد العزيز في صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر جماد الثاني لعام 1429 للهجرة الموافق للسابع عشر من شهر يوليو لعام 2008 للميلاد بافتتاح المؤتمر الدولي للتقنيات متناهية الصغر تقنيات النانو والذي تنظمه الجامعة ممثلة في مركز التميز للتقنيات متناهية الصغر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في رحاب جامعة المؤسس. خير بداية آيات من كتاب الله يتلوها الطالب عبد الله شلوالة. Your Excellencies, Royal Highnesses, our dear respected speakers and participants, ladies and gentlemen, it is a pleasure to King Abdulaziz University to have you all in this pleasant day for the opening ceremonial of the International Conference in Nanotechnology. As we always do, we begin with verses from the Holy Quran to be read by student Abdullah Shirwala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح